واولا الحمد لله مبروك علينا الفوز هذا اللي غيعطينا واحد الثقه اكثر وغيعطينا نرجعوا للصداره ثاني باش نشتغلوا ان شاء الله في المقابلات المقبله باريحيه ان شاء الله. فشكرا لجميع زعما المجهودات اللي كيديروا للاعبين الاوطار للجمهور باش يخليوا النادي دائما الفوق الفوق. مبروك علينا 3 بوان ان شاء الله، مازال العمل مازال الشهاده ان شاء الله باش نكونوا احسن في مقبل المقابله ان شاء الله. وهدف ديال الفريق من حجم نادي الوداد الرياضي على اي زعما اي مسابقه كيشارك فيها الا وخصو يلعب على البوديوم يلعب على اللقب. فان شاء الله حنا بدورنا عازمين ان شاء الله وكل شيء واعي زعما المسؤوليه اللي كنتظرنا خصنا نظهر بواحد الوجه اللي يكون مشرف ان شاء الله اللي شرفنا ويشرف الكره المغربيه. دونك ان شاء الله مازال المباراه ديال الفتح امام يوم احد ان شاء الله، ومن بعد نفكروا ان شاء الله في المباراه ديال المونديال. وجماهير روما وعندهم واحد الدور كبير لاننا يعني مشكورين على داك المجهود اللي كيديروا، مشكورين على داك الدعم ديالهم. كنتمنوا زعما يتحلوا زعما بالروح الرياضيه اكثر وبالالتزام اكثر ان شاء الله باش نبقاو ديما معانا، باش يبقاو ديما يسيبورطونا ويساندونا باش نبقاو حنا نقدموا مستويات كبيره معاهم ان شاء الله باش نكون هذا الفريق دائما الفوق فوق. حيت بهم بلا هما بلا بهم زعما الفريق راه كيف شفتوا كيكون ناقص بزاف. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.